يعني عشتي ولعبتي في هولندا طارق سكيتيوي، كيفاش كتشوف انت هذا المنتخب ديال مونديال 2014؟ هو المنتخب الهولندي فيمكن المنتخب الوحيد اللي مقارنه باضافه للمنتخب الالماني فكيلعب واحد الكره اللي جميله بزاف، كتميزها التقنيات. هذا ما كيجيش من باب الصدفه، لان الكره الهولنديه معروفه بواحد الحاجه اللي مهمه بزاف وهي لا فورماسيون، يعني تياخذوها على الحق ديالها. هاد اللاعبين هادو فاش كيوصل للمنتخب الاول فكيكون عنده واحد الكم كبير وواحد الباجاج كبير ديال 8 سنوات او 10 سنوات ديال اون تري بون فورماسيون على حقها كيف ما سبق لي وذكرت، اللي كتخول ان داك اللاعب كيعطي واحد المنتوج بحال هذا. كذلك هاد السنه هذه في 2014 فهمت تميزوا 2013-2014 تميزوا بالتعاقد نتاعهم مع المدرب فان غال اللي عطى واحد القيمه مضافه بحكم المعرفه ديالو ديال هاد اللاعبين عن قرب، وبحكم كذلك التجربه الكبيره ديالو والقيمه ديالو في الساحه كمدرب.